عدو زمان حنا تنتسناو استاذ. مرحبا بك نهار كبير هذا. تفضل سيدي. مرحبا شكرا. مرحبا بك. بارك الله فيك. اذا نشوفوا الصوره، حطينا الصوره على الصوت ياك. الاسم الكامل ديالك هو مامون مبارك الدريبي، الاستاذ هو محلل نفسي، وطبعا كيتابعوك عدد كبير من الناس عبر الاذاعات الوطنيه. الموضوع ديال اليوم قلنا هو الاطفال ديال الطلاق، الاطفال اللي تيعانيو من الطلاق اللي تيكون فيه مشاكل. الا سمحتي نتكلموا على هذا الموضوع من بعد ما نشوفوا هذا الريبورتاج. سنة 2010 المغرب سجل 50,000 حالة ديال الأطفال اللي كيواجهوا ظروف قاسية بسبب انفصال الوالدين ديالهم. محمد 14 سنة لقى راسو أمام وضعية صعبة بسبب المعاملة القاسية اللي كان كيتلقاها من الأم ديالو نتيجة المشاكل الزوجية. هو الآن في إحدى الجمعيات المكلفة برعاية الأطفال في وضعية صعبة. الحالة ديالو أن الطفل كان كينعس في الزنقة، كان كيهرب من الأم ديالو اللي كانت كتعنف عليه نتيجة العنف ديال الأم والصراع ما بين الزوج ديالها وبينها اللي كانت النتيجة ديالو هو الطلاق والانفصال. كان بابا تيشرب بزاف تيدخل تبقى يغوت، تبقى ملي كيكون تيدق في الباب تبقى يغوت بزاف، ملي كتحل على ماما تبقى يدابزو وياها، تبقى يدابزو، تبقى تسد ماما البيت عليا، باش خليني بوحدي كنبقى، تبقى تقول لي ما تسلمش عليا ما تشوفوش، صافي من تما كنبقاش نجي عندو، صافي. وواحد النهار هي شغل مشي لدارهم، بقات يباتها في دارهم، مبقاش يجي لدار، مبقاش نشوفو. تغيب الأب خلى محمد في مواجهة يومية مع الأم ديالو، والإقصاء من البيت كان لهم تأثير سلبي على نفسية محمد. سبب مشاكل بين الوالدين حسب محمد هو تعاطي الأب للمخدرات. كيبات في بعض الاحيان في الشارع نتيجه كان كيغلب عليه النعاس وكان كينعس كذلك. كان ماشي غير النعاس اللي كيغلب عليه، حتى الخوف من انه غادي يرجع عند هذيك الام غادي تتعنف عليه نتيجه المشاكل اللي بينها وبين الزوج ديالها. كان صعب جمعا من ساعة عندك شيء صعب الجماعة جمعا شيء ومشي محلى باش ناكل تنعس برا. المشاكل اللي ترتبت على انفصال الوالدين واللي ظهرت نتائجها بشكل كبير على محمد خلت المدرسين يكتشفوا بسهوله الوضعيه ديالو. تدهور نتائجه الدراسيه كانت المؤشر الاول. كان الطفل اللي هو تراجع بزاف، كان ناقص بزاف من ناحيه المستوى الدراسي. كنت ندخل القسم باش تكون عطيني التمارين باش نكونش درتها باش نبقى عاقص. محمد كيعيش الآن في مركز لإيواء الأطفال في وضعية صعبة، وتيقرا في إحدى المؤسسات العمومية لكن بعيد على والديه. الدفء الأسري واجتماع الأفراد ديال الأسرة أشياء كيتمنى يسترجعها. كنطلب من ماما تصالح مع بابا، ما تبقاش تجري عليا وما تضربش خويا وما تضربنيش أنا. هذا شفنا استاذ مامون حاله قصوى، هذا ما تعنيش ان هاد الحالات ما كاينينش، كاينين، ولكن اللي طر انتباهنا هو علاش الام كتعنف على ولدها؟ يعني مشكل مع رجلها واقفه على طلاق معاه، علاش تعنف على ولدها؟ لالا النفس ديال الانسان فيها تربيه وفيها رصيد معرفي لغوي وفيها واحد القدره على المحبه، القدره ماشي رغبه. الناس دابا ملي كيكونوا في واحد العرس معروضين كيشوف واحد المراه بتكشيطه ومزوقه ومقاده الدريجه كيتزعط فيها كيتغرم فيها، فهذيك راه رغبه عنده هو باش يتزوج بها، غير رغبه. اما القدره فين هي؟ القدره خصو يكون عطاها ليه باه امه وتخدمات عنده هو في الصغر وحافظ عليها ما حرقهاش، باش ملي كيجي وكتجي عنده الرغبه راه الوقيده اللي كتشعل لنا هذيك الشميعه. اما القدره هي ملي غتزند هذيك الشمعه وتولي طالعه بزاف، واش غتقدر تواكبها ولا لا؟ يعني الام ما عندهاش القدره على المحبه ديالها؟ يعني جاك الشريفه، فدابا هنا غير باش نبين للمواطنين والمواطنات ان راه ماشي تبعوا رغبتكم، ماشي راه لعبه الزواج، ماشي اللي شاف شي حاجه عجبته يمشي يجري وراها، شوف واش قاد عليها ولا ما قادش، هذه الاولى. يعني هذا اساس المشكل. راه ماشي لعبه، حيت تما راه مسؤوليه الوليدات غتولي من بعد، ومستقبل المواطنين من بعد. ثانيا لالا، علاش هذه السيده كتعنف؟ لانها ديكلونشا عندها واحد بروسيسوس، واحد الميكانيزم نفسي سميتو الحقد على المحبه، لاين دو ديزير.
هذا الحقد على المحبه لالا ملي كتكون هي حبات هو الحب لالا راه غير وهمي راه حلم حيت حنا غير كنتغرموا ونعشقوا اما المحبه راه هي بني خصني نجيب الرمل والسيما والحجر ونعرق على هذيك المحبه عام بعد عام وسنه بعد سنه و10 سنين و15 يلا نفرح بواحد الشهير الحب اللي كيتسمى اما هو باش واحد كيجي عندنا ويجري يقول لك انا راه حبيت غنتزوج يا ودي حلمتي راك باقي الحب ما غتشوفوش وليدي حتى يجيك الامتحان الاول والثاني وتجيك الدكتوره والسوتنوس وتشوف واش غتقول الحب كاين فهي حيت ظنات انها حبات في الاول فالرمز للمحبه شكون هو شكون اللي كيذكرها في المحبه هذاك الولد مادام انها تفرقات مع داك السيد خصها لابد ما تحرق الغابه اللي زرعت معاه باش كتحرق على الامور بالحقد خصها تغضب خصها تحقد دابا حقد على باه هو كيذكرها في الاب كتخرج فيه الشيء نرجعوا يعني الموضوع انا برجع على هاد الاطفال النفسيه ديال هاد الطفل هذه كيفاش كتاثر يعني بهذا هما لالا النبي صلى الله عليه وسلم كيسمي الاطفال ربيع القلب هما اللي عندهم الحب الحقيقي اما الكبار لا عندهم التخيل الحقيقي ما كيتخيلوا اما الاطفال ما كيتخيلش كيشوف علاش هو سميتو بالعربيه لالا ربيت وهي سميتها ربات بيت لاحظ معايا المصطلح اللي كنقولوا على رب البيت وهي كنقولها سيدي ربي فكتشي ولادنا كيشوفونا اله مكمول هو راه مخموش مفضي ولكن الطفل كيشوفه مكمول هذاك الكمال منين جابوه حيت الحب هو الاصل اصل هذاك الطفل هذاك الما ديال باه والما ديال مو فهو كيحبهم 100% اما هما ما عندهمش القدره ديال الحب 100% فباه سخفان مو سخفانه حالتهم حاله كيجي الحب الحقيقي اللي هو الولد والبنت كيرضع كيشد فيك تتولي كتحبه الوقيته اللي غيوقع هذه الصدمه وهذا الشيء ديال الفراق وللاسف حنا كنسميوه اطلاق حل البلاده ماشي اللي حنا في التحليل النفسي اطلاق كيساوي عندنا حل البلاده باش باش نقولوا للمواطن راه البلده كثرات الله يصدروها الحمد لله للشين وقراب دونك سيفطوا الكونتينر ديال البلده لا لا الميريت ديتر كلير حنا كنقولوا الامور واضحين لا كنحبوا بلادنا كنحبوا المواطنين وكنقول لهم صبحتوا بلاده خدام فيكم واحد الشبر هاد الشبر ديال البطن والفرج هو اللي خدام دابا بقى حد باغي هاد الشبر الفوقاني ولا على التحتاني اس كيقول لك غندي وغا الشبر وشوف بعدا الشبر اللي خادم فيك هو مفعول فيه مديوره فيه وكيقول لك لا انا قريت لا انا فاهم ما فاهم والو فالطفل ملي كيجيب هذاك الحب الحقيقي لله كيجيبه هو ماده باش يكون هو السيمه بيناتهم كيقول لهم راني عارفكم انتم عندكم المزيف وعارفكم غترغمتوا ها الحب الحقيقي هو اللي غيخدم السيمه الا كانوا اذكياء هذوك الجوج كيفهموا نعم كيعرفوا بان الحب راه عاد جاي هي اش كتقول جو مسوي با ماري بور سا ما تزوجت على هادشي تزوجت باش نتمتع هو اش كيقول البليد انا تزوجت باش تخدمني انا تزوجت باش ترعاني انا بحال امي ولكن لحد الان باقي ما عرفتش يعني حال انا دابا كان ملي شفنا الروبورتاج كنت سائل حاله هذاك الطفل نفسيا كي داير يعني مدمر. من الداخل مدمر نعم عنده الحزن بحال شي واحد مات ليه عنده جنازه مات ليه المثال الاعلى انه هو بغى يشوف كي غيكون يعني من حيت هو ملي تزاد ملي خرج من كرش امه وشاف فيها وشاف فيهم معهم كان حنا الكبار كنعرفوا نمثلوا خصنا كلنا ناخذوا البري نوبل في التمثيل نعم في التمثيل والبني كلشي يعرف البني تلقى طبيب بني استاذ جامعي بني وما كاينش اللي باغي يدير فورمول ديال الدواء ونستوردوا كلشي بارك علينا حنا نستوردوا من عند الناس نعم والبلده نصدروها ما كاين باس فملي كيخرج هو كيشوف المحبه كيتيق الوقيته اللي كيتخاصموا كيبقى يفنش كيقول كيقول غدا تكون صالحين هي كتحقد باقي عنده امل راه قالها هي كتحقد الاخر مع كاين صحاب التعمير لا لا كاين عائلته اللي غيزيدوا يعمروا ماشي يقولوا ليه اه سيدي انت نعس الشيطان ياك البارح كنت تصلحوا بيناتهم سير لا غتقول لهم امو ايوا حنا يا ولاد فلان القبيله الفلانيه نفسنا هنا ما عرفتش اللي بعدا نفسنا هنا هذه يعني حالات هذه للاسف كنشوفوها استاذ هذا غادي يجيبنا السؤال الثاني هو بحال مثلا حنا شفنا دابا هنا الحاله الام كتعنف الابن ديالها ملي كيكونوا مثلا حالات اخرى تتكون الام تستعمل الابن باش تخلق مشكل عند الزوج ديالها اولا كتعمروا على باه وعاود العكس الاب كيعمر كيشوه الصوره ديال الام عند ولده كيفاش هذاك الولد كيفاش غادي يكبر وكيفاش غيولي يشوف في المجتمع والتوازن العائله يعني الاسره نعم كيف غيخرج حنا غيخرج مريض نعم علاش دابا كتشوف لالا الشباب 25 عام ما قادرش يتزوج 27 عام ما قادرش 30 وما قادرش نعم. علاش لانه الرصيد المحبه اللي كان عنده في الطفوله تحرق نعم الا هو باش غيحب الانسان الاخر كيحبو بكرشو كيحبو بعقلو كيحبو بقلبو نعم. والقليب لالا راه قديد هكا راه بحال شي قرعه الريحه نعم الا حليتي قرعه الريحه ومشى منها العطور ديالها اش كيبقى الماء صافي ما بقاش فهاد الاطفال هادو ما كيكونش مواطن في بعد عامر خصنا نميزو ونفرقوا ما بين المشكل الكبار
ورعايه الاطفال. نعم. دابا ندائك للناس مثلا اللي عندهم هذا المشكل هذا، النصيحه اللي ممكن تعطيهم الا وقفوا على الطلاق، كان الطلاق هو الحل يعني ما كانش حل من غيره، باش نقولوا يعني بين قوسين هذاك الطلاق يكون ناجح وما يخلق لناش بحال هاد الاطفال اللي مدمرين واللي هذا، اشنو تقول لهم؟ لا نقولوا مثلا ما كاينش حل، كاين لا كاين حل، كاين حل ياك. اولا حيت كاين انواع اللي غيمشي للطلاق حيت الامان ما كاينش، ما كاينش الامان. ان الراجل كيضرب سكران كيجي يفرع على الاولاد في الليل فيقهم جوج الليل، هنا ما بقاش الامان. هنا طلاق، هنا خاص طلاق. نعم. ما كيكونش الامان. نعم. ملي الراجل مثلا الله يستر طرف الخبز ديالو فلوسه حرام. نعم. كيزور الوراقي وعنده المشاكل في المحاكم والمصايب. نعم. ما كاينش الامان. هنا سير عتق وليداتك تفكهم. يعني والله ما قطيعه، والله ما قطيعه. نعم. وفيها حزن. ولا بسودو غير مثال عائله والبركان تحت الاطفال غيحمقوا. هادو هما ما تيكونش الامان، حنا كنصحوا في الطلاق ما تيكونش الامان. نعم. اما حتى منين غادي يكون الطلاق كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم؟ غير لا خاطرك نمشيو للفصل الثاني وعاد ندخلوا ليه ان شاء الله. الفصل الثاني ملي كيكون اصطدام في العاطفه، ملي كتكون هي تتبغيه هو تيبغيها، غير هي غيوره كتغير بزاف وهو هو شويه فيه العناد. نعم. فهي كتقول ليه مالك بدلتي القميجه؟ تيقول لها شغلك كان الراجل. كتقول ليه شتك دخلتي ودرتي غسلتي دوشتي وانت دوشتي الصباح؟ مسكينه فيها الوسواس خايفه على رجلها. هو تيأولها واش باغا تحكمي فيا؟ واش راه هو موظف؟ هذه البوله تاع التربيه. هنا ملي غيوصلوا هذو الطلاق راه كاين كيوصلوا بحال الشكل. كاين اللي مشطات شعرها وقادته ومشات الماكياج ورحت العرس، علاش طلقتي شعرك؟ واش ما شاوتيش معايا؟ انت يا مرامي مزيانه. يا سيدي شكون اللي قالك ما مزيانهش؟ فرحات بجمالي تاع واحد الليله انت درتي فيها مشكل. كيوصلوا هذو الطلاق. شتي هذو هما اللي كنقول انا حل البلاد هذو. لان رجاياهم محبه بجهد الجهد ويتحمقهم. هادو خصهم يتأناو، كنصحوهم يتفاصلوا واحد 6 شهور، ينفصلوا عام، ينفصلوا عام ونص، ويدخلوا بيناتهم صحاب الخيوط البيضاء راهم كاينين. نعم. ويصغروا راسهم ويعرفوا الماء راه كيتخلط مع الماء، حيت كاين اللي كيجي كيشد واحد الكاس بحال هذا لا وتيلوح فيه قطره الماء ديالو هو، قطره الماء ديالها هي تيقول لها ما تخلطوش. عمرك غادي نقولوا حنا فيزيائيا فيزيكمون نقولوا قطره الماء ما تخلطوش. ما معنى ما تخلطوش؟ غادخل في كاول العمي وغادخل فيها، غاتقلب لك حوايجك، غاتقلب لك التليفون ديالك، غادي تمشي تشوف لك الباج فيسبوك ديالك. الحديث معك شيق استاذ، ولكن بغينا النصائح، بغينا النصائح يعني الوليدات. فوالا الى قدر الله وجات هذيك المصيبه. نعم. لانه ابغض الطلاق ابغض الحلال. الناس كيشوفوا غير الحلال كيقولوا راه مبغوض، راه مصيبه كحله بعدا ما كاين باس. فملي كيكون ما كانش الامان وما كاينش استقرار ووصلت العائله للطلاق، تيخص هنا نصيحتي الله يخليكم، انا هنا كنطلب من القضاة، لان هما تحطوا على العتيق ديالهم. ما بقيناش كنتكلموا غير في المسطره وفي المجلس ديال الشورى، لان الشورى شحال كيجلسوا جوج ولا، راه خصنا يكون عندنا واحد شويه لابد ما ناخذوا لهم من وقتهم. القضاة راه مقهورين. نعم. راه الملفات كثر عليهم، ما غنزيدش انا نطالبهم، راه الزملاء ديالي وصحابي كنقول لهم الله يخليكم شويه ولوا بسيكولوج عشويه عشويه. نعم. بمعنى لعبوا، شدوا من يدو، ماشي يجوا معاه بلا فونكسيون ديال باغا تطلق سيدي انت هاد السيده، باغا تطلق سيدي هاد السيد، علاش؟ على بركه الله. لا خصنا ندخلوا شويه. ايوا تبارك الله انتم باقيين شبان وباقيين زوينين وحبيتيها، وشنو زعما؟ شنو لقيتي فيها خايب؟ ولا دوينا معاك حنا؟ يعني البروفيسور دريبي هو ضد الطلاق، ولكن يعني فوالا حالات كتوقع، هذا واقع في المجتمع. اذا نفكروا في الخلاصه اللي خدينا، التضحيه علاش تزوجنا ليهم؟ صحيح. راه ما تزوجناش باش نساعدوا حنا، خصنا غير باش نفهموا. انا استعدت مع امي وبا. نعم. ملي جيت عند مرتي ما جيتش باش نساعد عند مرتي، باش تكون انت عائله بدورك. صحيح. جاي نادي واجبي الوطني. شنو هو الواجب الوطني؟ نخلي الزريعه اللي غتولي مواطن صالحه، الزريعه اللي مدمره. اما هو هو تمتع عند امه وباه بغي يعيش الجنه في ارض هذا الخناد. استاذ مامون الدريبي تبارك الله عليك، يعني ما سخيناش بهذه الفقره هذه. صحيح. ما كرهناكش تجي مرة زعما ان شاء الله مرات اخرى للصباحيات دوزام. شكرا على كل هذه النصائح، نتمنى حقيقه نشوفك مره اخرى. شكرا لك يا عزيزه.